نرجع مرة تانية للأستاذ شريف فؤاد متحدثنا الرسمي. اتفضل شريف، عارف انك عايز في إضافة، اتفضل. السلام عليكم. بعتذر لك كابتن هاني، وبعتذر للأستاذ كريم. انا فاتني بس الإعلان كمان عن قرار أخير، وسأترك الهواء مباشرة، وهو تكليف الأستاذ عمرو ممدوح قائما بعمل مدير مجمع حمامات السباحة بالنادي الأهلي بمدينة نصر. ده بس القرار الحقيقة اللي فاتني اني اذكره، فانا بشكرك يعني، وبترك لكم المساحه كامله. البيت بيتك يا استاذ شريف. شكرا جزيلا. البيت بيتك، وكل التوفيق ليك ومجلسنا ان شاء الله.